بسم الله، ازيكم يا شباب؟ نكمل مع بعض الالجوريزم. الفيديو رقم 5 تقريبا. المره اللي فاتت اتكلمنا على ايه؟ كان على حاجات كده سميشن. الكلام ده السميشن زياد كان تحت عنوان ايه؟ كان تحت عنوان الماثيماتيكال اناليسيس اوف نون ريكيرسيف الجوريزم. يعني ايه؟ يعني انا عندي كده فانكشن معينه سيكوينشال ورا بعض كده بتبدا وبتخلص من غير اي حوارات، بتنفذ السطر بسطره، مفيش اي مشكله. ده اسمه نون ريكيرسيف الجوريزم. حوارات السمشن ده عشان كان هي نون ريكيرسيف، مش هي عشان الجوريزم عادي. الالجوريزم دي نوعين، يا اما نون ريكيرسيف يا اما ريكيرسيف. والنون ريكيرسيف اتعاملنا مع الفيديو اللي فات كان السمشن اللي احنا بنحسب البيزك اوبريشن بتاعنا بيتعمل كام مره وبنحسب بيها بالسمشن. الريكيرسيف فانكشن بقى او الريكيرسيف الجوريزم بقى هي عباره عن ان في فانكشن معينه بتنادي نفسها، بتعمل كول لنفسها، بس طبعا بتنادي نفسها ببارامتر اقل عشان اوصل للبيز كونديشن بتاعي. طبعا مش اول مره نعرف الريكيرسيف فانكشن يعني، بس ممكن نتكلم عليها بسرعه. هو هنشرح بس الفيديو دوت حاجتين، هما بالظبط الفاكتوريال، ازاي تحسب فاكتوريال فانكشن يعني، والتاور اوف هانوي. تعال ندرس الفانكشن دي الاول، نفهم ايه اللي بيحصل فيها. بيقول لك والله عندك الفانكشن اللي هي فاكتوريال اللي بتحسب الفاكتوريال بتبصلها ان، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك والله لو الان دي بزيرو ريتيرن 1. يعني انت اول حاجه خالص انت بتريتيرن 1 لو الان بزيرو. طب لو else، لو هي مش بزيرو يبقى return الفونكشن نفسها بس نقص منها واحد مضروبة في ال n. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت عندك ايه الفاكتوريال؟ لو عندك 5 فاكتوريال ايه اللي بيحصل؟ تضرب 5 في 4 في 3 في 2 في 1. تعال نمشي، تعال هنا. لو انت بصيت هنا ال n بتاعتك بخمسة، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك لما تبصي ال n بخمسة هيوصل هنا. هل ال n بتساوي صفر؟ هل ال n بتساوي صفر؟ لا، يبقى مش هيريترن 1، هيريترن ايه؟ هيريترن f n minus 1 مضروبه في ال n. ال n دي بكام؟ ال n دي بخمسه، انا داخل بخمسه، فال n دي بخمسه. دي اول مره، ده انا اول مره كود. طب دي هيحصل فيها ايه؟ هينادي نفسها تاني بس باربعه، هيدخل هنا اربعه. دي اول مره، اول مره هينادي هنا اربعه، هينزل. هل بتساوي صفر؟ لا، يبقى نادي نفسها واضرب في n. ال n ساعتها هتكون بكام؟ باربعه. دي خمسة أول واحدة خالص بأربعة، ودي هتنادي نفسها، هتبصي كام؟ هتبصي تلاتة، هتريترن تاني وتضرب هنا في تلاتة، هتبصي اتنين، هتريترن تاني وتبصي هنا اتنين، هتنادي بالواحد، هيريترن هنا، هيوصل هنا وهيضرب هنا في واحد، بعد كده يريترن صفر. هل هو بصفر؟ اه، هيريترن 1. ابدأ بقى ريترن بقى الاف دي بقت يعني دي الريترن فاليو اللي جايه لها هي ب 1، اللي هي ال 1 دي اللي هي جايه من وانا بنادي الصفر، وانا بنادي الصفر ريترن 1. ارجع هنا ال 1 مضروب في ال 1 بواحد، ده اللي جاي من الفانكشن اللي هي المتناديه، فهيرجع للمره اللي قبلها واحد في 2، بعد كده هيبقى ب 2. هيرجع فين ال 2 دي؟ هترجع هنا تبقى 2 في 3 ب 6، الستة دي هترجع هنا، ستة في أربعة بأربعة وعشرين، الأربعة وعشرين دي هترجع في الأول خالص، أربعة وعشرين في خمسة بكام؟ عشرين في خمسة بمية، أربعة في خمسة تبقى 120. فعلا الخمسة فاكتوريال ب 120. حلو. الكلام ده بيحصل كفهم. ايه بيحصل بقى في البرنامج نفسه؟ بيبقى والله عندك الستاك كده، انت اي فانكشن عندك، لو لا اكيد عارف يعني ان اي فانكشن عندك بتبقى عباره عن كل فانكشن بيبقى ليها ستاك فريم. الستاك فريم دي بيشيل حاجتين، الادرس بتاعه او الريتيرن ادرس بتاعه اللي هو المفروض يرجع له تاني لما يخلص، واللوكال فاريبل بتاعته اللي هو اي فاريبل موجود جوه الفانكشن دي. بيشيل حاجتين والله. اول مثلا انا في المين ورحت نادي الفانكشن دي، انا في المين كده ورحت منادي مثلا فانكشن اسمها اف ان اللي هي فاكتوريال مثلا، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل بيروح يعمل له ستاك فريم، بيشير ريتيرن ادرس. الريتيرن ادرس بتاع ايه؟ اللي هو في المين مثلا، انا اديت هنا مثلا في سطر رقم 4، سطر رقم 4 ده هو كادرس هيتحفظ هنا، ده ريتيرن ادرس اللي هو لما يخلص الفانكشن دي مثلا، الفانكشن دي موجوده مثلا في مكان تاني خالص في الميموري، هيروح ينفذها صح؟ هيروح ينفذها لما يخلص، هيريتيرن نفسه في سطر رقم 4 او بالظبط يعني، هيريتيرن نفسه في السطر اللي بعديه عشان يكمل الكود بتاعه. ماشي؟ تمام. طب دلوقتي ده اللي بيحصل عادي، ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي انا مثلا اللوكال فاريبل بتاعت الاف ان مثلا حصل هنا مثلا انت اكس مثلا بتساوي 5،
فالاكس دي مثلا حافظت في اللوكال هنا مثلا اكس بتساوي 5. والله اول ما الفانكشن دي تخلص لو دي سيكوينشال عادي، اول ما الفانكشن دي تخلص الاكس دي خلاص بتروح، مفيش حاجه اسمها اكس بتساوي 5 اللي اتعرفت جوه الفانكشن، وريتيرن ادرس بستخدمه عشان اعرف ارجع للمكان بتاعي ده. طب والله ايه اللي بيحصل في الريكيرسيف فانكشن بقى؟ الريكيرسيف فانكشن نفس الفانكشن بتنادي نفسها. يعني ايه نفس الفانكشن بتنادي نفسها؟ يعني دلوقتي في الفانكشن اسمها فاكتوريال، بنادي فانكشن اسمها فاكتوريال، فانا اول مره في الفانكشن كان اسمها ايه؟ كان اسمها فاكتوريال، فاتعمل هنا كده ستاك فريم فيه ادرس وفيه الحاجه بتاعت فاكتوريال دي مثلا فاكتوريال 5، وانا بنادي فاكتوريال 5 ناديت فاكتوريال 4، فعمل ستاك فريم بعدها اسمه فاكتوريال 4، دي جواها ريتيرن ادرس بتاع فاكتوريال 5 وجواها اللوكال فاريبل، بس هنا مفيش لوكال فاريبل اتعرفت جوه، فاللوكال فاريبل يعتبر الان دي، الان دي يعتبر لوكال فاريبل اللي اتعرفت جوه الفانكشن ايا كان. وانا في الاف 4 ناديت اف 3، وانا في اف 3 ناديت اف 2، وانا في الاف 2 ناديت اف 1، وانا في الاف 1 ناديت اف 0، صح؟ بعد كده ما ناديتش افات تاني عشان عند الاف 0 انا نفذت الكلام ده كده، عملت ريتيرن دي كده وما رحتش هنا. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انا ناديت، انا مش ناديت دي كده صح، ناديتها حلو. ايه اللي بيحصل في الاف 0؟ خلصت، انا خلصت هنا عملت ريتيرن، فايه اللي حصل؟ الاف 0 دي اتشالت وعمل ريتيرن اللي بعدها اللي هي بواحد، فجه هنا واحد. في الاف 1 دي لسه موجود فيها اللوكال بتاعتها وفي لسه فيها الريتيرن ادرس بتاعها اللي هو المكان دوت كده، هيرجع عند نفس المكان دوت، هياخد الريتيرن فاليو اللي رجع من هنا كده ويضربه في المكان ده اللي هو ان، اللي هو كام؟ اللي هو واحد، كان واحد هنا، فدي هتشتغل وتريتيرن، هتريتيرن كام؟ هتريتيرن واحد، هترجع للواحد ديت في الاتنين دي، الاف 2 دي كانت موجوده فين؟ الريتيرن ادرس بتاعها موجود هنا، واللوكال فاريبل اللي هو كان 2 ده اللي انا داخل بيها هنا كان 2 ده اللوكال بتاعها، فالاتنين دي لسه موجوده في الفريم في الستاك فريم ده، والواحد كان موجود في الستاك فريم ده، فالواحد ده مختلف على الاتنين ده، الخمسه دي لسه موجوده اللي هي دي لسه موجوده في الستاك فريم بتاع ده، فاهمني؟ فانا مش بضيع حاجه، الحاجات دي كلها لسه موجوده، انا بس لسه ما عملتش ريتيرن الحاجه وعمال اروح ايه اريتيرن حاجات من كده. فالاف 1 هتريتيرن، الاف 1 دي هتريتيرن، احنا قلنا واحد اهيت، بعد كده تروح للاف 2 هتعمل الضرب دوت كده وتريتيرن كام؟ تريتيرن 2، هتروح هنا هتروح للستاك فريم دوت هتلاقي فيه الان بتاعته ب3، هيضرب الاثنين في 3 هيرجع هنا، السته بتاعتي هتريتيرن هتلاقي نفسها في ستاك فريم الان بتاعتها ب4، انا ضربت في 2 6 او السته تضرب في 4، ستاك فريم اللوكال بتاعها ب4 فهيضرب السته بتاعتي في 4، وبعدها هتخلص هتلاقي نفسها بتريتيرن 24، هترجع لاخر حاجه اصلا اللي بتنادي عليها، هتلاقي الاف 5 موجود اللوكال بتاعها الان ب5، الان ب5 يضرب فيها ال 24 وهيريتيرن كل حاجه، وهيريتيرن ايه بقى؟ هيريتيرن اخر ريتيرن ديت فين؟ في الفانكشن اللي كانت متنادي عليها اللي هي مثلا وليكن المين، المين مثلا كانت بتقول لك اكس بتساوي الاف 5، فساعتها كل دوت هيحصل كده، وبعدها بقى هيريتيرن ال 120 ديت في المين اللي هي وليكن مثلا هنا في ستاك فريم للمين مثلا ده مين، فهينادي ويرجع هنا ال 124 ال 120 اسف. فده كده ايه نظره سريعه على الريكيرسيف فانكشن شغاله ازاي، ومهمه جدا تبقى في دماغك الستاك فريمز اللي بتتعمل لكل فانكشن لما تنادي عليها ايه. حلو الكلام، حلو قوي الكلام. دلوقتي واحنا عايزين ندرس ايه؟ عايزين ندرس الكومبلكسيتي بتاعه المعلم ده، بتاعه الفانكشن دي، بتاعه السودو كود ده. ماشي، هنزل في حاجه بسيطه جدا، هنشوف ايه اللي بيتنفذ قد ايه. يعني ايه؟ يعني هنشوف المين او هنشوف البيزك اوبريشن بتاعتي ايه اللي بتحصل علشان اشوف هي بتتنفذ كام مره. البيزك اوبريشن بتاعتي هي الضرب ده اهي، ما بعملش اي اوبريشن هنا خلاص غير المقارنه دي، دي بتحصل كل مره، بس انا اصلا في الفيبوناتشي نمبر اسف الفاكتوريال اللي هي الفاكتوريال الاساسي عندي ان انا بضرب، لو مثلا ان فاكتوريال بيساوي ان في ان ماينس 1 في n ماينس 2 وهكذا لحد 1، ماشي؟ اللي هو لحد فين؟ لحد n، n في n ماينس 1 لحد الواحد، تمام. هاجي بقى اشوف المعلم دوت كده الريكيرسيف بتاعته عامله ازاي. مش انا دلوقتي عندي البيزك اوبريشن بتاعتي، نرجع للسؤال ده، البيزك اوبريشن بتاعتي هي الضرب ده، فانا عايز اشوف الضرب ده بيتنفذ كام مره مع اختلاف ال n اللي متناديه، ماشي؟ فانا لو عايز مثلا اعرف المالتيبليكيشن او النمبر اوف مالتيبليكيشن اللي متنادي ام ان بتساوي ايه؟ ده
الكاونت بتاع المالتيبليكيشن اللي اتنفذ، يعني الاوبريشن بتاعت المالتيبليكيشن دي بتساوي ايه؟ بتساوي والله هاجي هنا هلاقي نفسي بستخدمها تاني. طب دلوقتي بقت انا قايل ام اوف قايل ام اوف ان عشان عايز اعرف الام اوف ان دي. طب دلوقتي لقيت نفسي بنادي عليها تاني، يبقى ليها دي ام برضو، ليها دي عدد مرات الام برضو. طب الام دي بتساوي ايه؟ مش دي بتساوي الام للان ماينس 1؟ طب وبعد كده بقى ايه؟ بتساوي دي ليها دي فيها ام اوف ان ماينس 1 عدد مرات من الاوبريشن، عدد مرات من المالتيبليكيشن. طب ومش في اصلا علامه ضرب تانية بره عن الام، عن الفانكشن دي، عن المتنديه دي؟ يبقى في هنا بلس 1. يبقى ده كده المنظر بتاع عدد مرات المالتيبليكيشن. مثلا هنا 5، فانا محتاج اعرف الام بتاعت الام 5، فانا محتاج اعرف الام اللي هي 4 وازود عليها 1. محتاج اعرف الام 4، فانا محتاج اعرف الام 4 عايز اعرفها، فانا محتاج اعرف الام 3 وازود عليها 1 اهي. الام 5 عايز اعرف، هروح للام 4 هنفذها واجمع عليها الواحد اللي هيحصل هنا في الاخر. الام 4 محتاج اعرف الام 3 واجمع عليها الواحد اللي هيحصل هنا في الاخر. الام 3 محتاج اعرف الام 2 واجمع عليها، وهكذا. تمام، عشان كده اسمها ريكيرسيف، انت بترجع بنفسك دي 4. تمام، نشوف هنا عمل ايه. دلوقتي انا عايز اوصل للام اوف ان دي، مش دلوقتي. طب دلوقتي ايه البيز بتاعي؟ طب تعالى نكمل. طب الام 3 عايز اعرف الام 2 وهكذا، اوصل لحد بلس 1، عايز اوصل لحد للام للام 1 هي بتساوي الام 0 بلس 1. طب الام 0 بتساوي ايه؟ الام 0 اللي هي انا ام 0 هنا، حصل حاجه؟ ناديت نفسي، ناديت الام تاني؟ لا، انا اللي عملته هنا ايه؟ عملت على طول اف ان اه ريتيرن 1 اه من غير ولا عمليه مالتيبليكيشن، فدي كده صفر، فش ولا عمليه مالتيبليكيشن. فدي حاجه اسمها البيز اوبريشن، او البيز اسمها ايه، كيس بتاعتي، او اللي هو الحاجه اللي هتقف عندها الريكيرسيف فانكشن بتاعتي. فانا محتاج اوصل للمعلم ده كده. طب والله مش في فكره ممكن نعملها ايه؟ مش الام ان بتساوي ام ان ماينس 1 بلس 1 اللي هي دي؟ طب مش الام ماينس 1، الام ماينس 1 بتساوي الام ان ماينس 2، ايه ده؟ دي ان ام ان ماينس 1 بتساوي الام ان ماينس 2 بلس 1. طب مش الام ان ماينس 2 بتساوي الام ان ماينس 3 بلس 1 وهكذا. طب ما نيجي نعوض هنا، يبقى الام ان بتساوي ايه؟ بتساوي الام ان ماينس 1 اللي هي ايه؟ اللي هي ام ان ماينس 2 بلس 1 بلس 1 اللي هي الكبيره دي، ال 1 دي اللي هي جايه من هنا، وال 1 دي اللي هي جايه من القانون الاساسي. طب تعال نفك دي تاني، ام ان بتساوي ايه؟ بتساوي الام ان ماينس 2 دي ماينس اللي هي ايه؟ اللي هي ام ان ماينس 3 بلس 1 دي كده بتاعت ايه؟ بتاعت الام ان ماينس 2 بس، بعد كده بلس 1 اللي هي دي، وبعد كده في واحده كبيره بلس 1 اللي هي دي. طب تعالى كده نشوف هيحصل ايه. هتلاقي ان ام ان ماينس 3 بلس 1 2 3 بلس 3 دي ام ان، صح؟ كمل شويه هتلاقي مثلا ام ان ماينس 4 بلس 4، ام ان ماينس 5 بلس 5 وهكذا. فتلاقي في الاخر ان الام ان بتساوي ام ان ماينس اي بلس اي. ده كده على حسب انت بتجيب انهي اتريشن. حلو، هنيجي هنا كده هتلاقي نفسك ايه، وصلت ان هي فين؟ ام ان ماينس 3 بلس 1 بلس 2 اللي هي بلس 3 في الاخر. هتلاقي في الاخر ان هي بقت ام ان ماينس اي اهي، دي ام ان ماينس اي بلس اي. دلوقتي انت عايز توصل لحاجه، انت هل انت عارف، هل انت عارف الان ماينس الان ماينس اي؟ لا. هل انت عارف الام ان؟ لا. انت عارف ايه؟ انت ما تعرفش غير دي، ما تعرفش غير دي بس. طب هل اعرف استفيد بيها؟ اه. ازاي؟ انك توصل للمنظر بتاعها، عايز اوصل لدي كده بزيرو، فانت خلاص تحط الان بتاعتك بتساوي اي، تحط الان بتساوي اي. فايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان الام ان بتساوي ام ان ماينس ان بصفر بلس الاي دي بقت بان خلاص بلس ان. فعرفت ساعتها ان الام ان بتاعتك بتساوي صفر بلس ان، فعرفت ان الام ان بتاعتك بتساوي ان. تعالى هنا اهي،
ال m n minus n plus n خلاص شلتها وحطيت ال n، هتلاقي في الاخر ان ال n بتاعتك هي ال m n بتاعتك. طب ده هيوصل لايه؟ هيوصل في الاخر ان هي تبقى big O of n، بس انك عايز تجيب عدد مرات الملتيبليكيشن دي، فهتوصل في الاخر ان هي n مره. طب هل دوت الكلام منطقي؟ اه جدا منطقي جدا. ليه؟ تعالى هنا، انت عشان تضرب، عشان تعمل فاكتوريال 5 دي احتجت ايه؟ احتجت، تعالى نمسح بس شويه كده، احتجت ايه؟ احتجت انك تضرب الخمسه دي مضروبه في اربع مرات، ثلاث مرات، مرتين. فانت عشان تعمل دي كده لقيتها انك محتاج 1 2 3 4 في 5 في الاخر، يعني ايا كان، بس انت بتحتاج في الاخر انك تعمل 5 ملتيبليكيشن. ملتيبليكيشن ماشي. يبقى منطقي انك عشان تعمل فاكتوريال لحاجه 5 فاكتوريال بتحتاج ان مره تعمل فيها ملتيبليكيشن. الخمسة مش هتبان ماتيماتيكال هنا، هتبان في الريكيرجن ده، اللي هو انت تضرب هنا واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، عشان انت عندك هنا ضرب واحد في واحد، اللي هي جاية من البيز كيس بتاعتك، ان هي لازم تضرب في واحد في واحد يعني، عشان دي اول حاجة خاصة هتحصل، دي اول ريتيرن هتحصل ويتضرب في الان بتاعتك يعني. فهنا مش تظهر قوي، عشان يعتبر هنا في الان واحد دي اصلا عبارة عن واحد في واحد، فتقريبا هي دي مش هتظهر، دي هتظهر فيها اربعة بس، هنا هتظهر اكتر. فايا كان ايا كان، ان فاكتوريال البيج او بتاعتها ان، مش عشان تضرب ال ان دي ان مره في ارقام اقل منها يعني. ركز ان ديت ال ان فاكتوريال دي حاجه ماثيماتيك انت عايز تحسبها، مش ان فاكتوريال هي انك الالجوريزم بتاعك واخد ان فاكتوريال، لا دي مختلفه، دي مش الوحشه، دي عادي انت بتحسبها عادي فتضربها عادي. تمام تمام كده. دي حاجه اسمها ايه؟ تعال نشوف. دي حاجة اسمها ريكيرن، الثانية راحت فين؟ حاجة اسمها ريكيرنس ريليشن، انك بتقعد تقلل كل شوية بالقيمة بتاعتك لحد ما توصل ليه، تقعد تقلل n minus 1 n minus 2 n minus 3، تقعد تعمل substitution، اهي method of backward substitution، عشان تعمل حاجة شبه كده. يبقى substitution دوت هو وسيلة method انك تحسب بيها الريكيرنس ريليشن. يبقى الالجوريزم نفسه هو عباره عن ريكيرنس ريليشن، انك تحسب بيه، هو اسمه السبستيتيوشن بتاعنا. في حاجه في الديفايد اند كونكر هناخدها اسمها الماستر ثيرم، اللي هي حاجه تانية بتحسب فيها الريكيرسيف فانكشن، بس اللي هي بتتقسم بقى، مثلا اول مره مثلا زي الباين سيرش مثلا ببحث في ان، تاني مره هبحث في ان على الاثنين، تالت مره هحسب في ان على الاربعه، بيقل يعني بيقل بالقسمة كده مش بيقل بالطرح، انا بطرح واحد كل مرة، هنا بطرح بقسم على اتنين كل مرة. ماشي تمام اوي. هندخل فيه النوع التاني اللي هو تاور اوف هانوي دوت. دي بمنتهى البساطة عندك كده تلات عواميد، مش ببساطة ولا حاجة رخمة، تلات عواميد كده. هنا في شوية ديسكات كده، ديسكات كتيرة، الأكبر واحد تحت وبعد كده مترتب يعني إن أصغر واحد يكون فوق. بيقول لك الألجوريزم دوت عايز إيه؟ عايزك تنقل الكل دوت كده بنفس الترتيب دوت هنا في التالت، بس عندك شرطين. اول شرط انك تنقل كل واحده بس، كل مره واحده بس تنقلها، ما تنقلش اكتر من واحده. تاني شرط ان ما ينفعش الكبير يبقى فوق الصغير، لازم الصغير هو اللي يكون فوق الكبير، يعني مثلا ما تنقلش دوت هنا وبعدها تنقل دوت هنا، فده ما ينفعش، هتلاقي ان الكبير دوت بقى فوق الصغير دوت، ده مش هينفع، لازم تنقله ان يكون على طول الكبير يكون هو اللي تحت. فالوسيله اللي بتحصل ايه؟ انك بتنقل كل الصغير دوت، او بتنقل هنا مثلا ايه اللي يحصل؟ ان مثلا لو عندك اتنين بس، دول مثلا اتنين بس ماشي؟ ده الكبير وده الصغير، هتنقل الاول الصغير هنا وتنقل الكبير هنا وبعدها تنقل ده هنا، فده اللي بيحصل هنا على طول، كانه دول اتنين بس، فانقل الصغير هنا وانقل الكبير هنا وبعدها انقل الصغير هنا، بعد كده وهكذا، انقل الكبير هنا بعد كده الصغير هنا بعد كده مش عارف، هات الاتنين دول برضو اعملهم نفس الطريقه لحد ما تنقل اللي هتلاقي الكبير هنا والصغير فوقيه بعد كده وهكذا يعني. فايا كانت اتشرحت في الديسكريت ماثيماتيك بالتفصيل يعني، بس احنا عايزين نعرف الريكيرنس ريليشن بتاعتها عامله ازاي، هتلاقيها بالمنظر ده. الام 2 ام ان ماينس 1 بلس 1، ال 1 دوت هي البيز اوبريشن، امتى؟ لما الام 1 تساوي لما الان بتاعتك ب 1، يعني ايه؟ يعني عندك ديسك واحد بس، هتحتاج كام خطوه انك تنقله؟ هي واحده بس، بس فالبيز بتاعتك هي ان الام 1 هي ال 1. طب وهكذا بقى، هي 2 ام ان ماينس 1 بلس 1 ماشي.
تمام، عايزين نحسبها بنفس الطريقة تاني. تعال نحسبها كده، اللي هو الهلومة دي كده، تعال نحسبها بسرعة. هي مش صعبة أوي يعني، نفس الفكرة بالظبط بتاعت المرة اللي فاتت. هتلاقي والله إن الام ان بتاعتك بتساوي إيه؟ بتساوي 2 ام في ان ماينس 1 بلس 1. حلو، وعارف إن الام 1 بتاعتك هي اللي ب 1، ماشي صح كده؟ ام ماينس 1 بلس 1، ماشي. بعد كده هتعمل إيه؟ هتقول والله ام ان بتساوي إيه؟ هات الام ماينس 1 دوت واعمل لها واحدة أهي، اللي هي إيه؟ 2 ام ان ماينس 2 بلس 1، صح؟ بلس 1. تفكها شوية، او ماشي فكها شوية، هتلاقي مثلا 2 2 في 2، خليها الاحسن 2 باور 2، ماشي. ام ان ماينس 2 2 في 1 ب 2 بلس 2 بلس 1 خليها برضو 2 كده عادي. تعال نجيب ام ان تاني تالت مرة، هتلاقيها بايه؟ هتلاقيها ب 2 باور 2 دي، 2 باور 2 دي مضروبة في ايه؟ في ال ان ماينس 2 اللي هي ام ان ماينس 3، اسف، في 2 هنا، 2 اللي هي الاساس القانون ده، 2 في ام ان ماينس 3 بلس 1. خلصت؟ خلصت دي كده، اجمع 2 واجمع 1. تعال نفكها شويه، تبقى 2 2 سكوير في 2 ب 2 باور 3 في ام باور 2 ان ماينس 3 بلس 2 باور 2 بلس 2 بلس 1. 2 دي اللي هي دي، 1 دي دي، 2 باور 2 اللي هي 1 في 2 باور 2. تعال نحسب واحده كمان، تعال نحسب واحده كمان، بتساوي 2 باور 3. هات 2 في ام، بجيب دي تبقى 2 في ام ان ماينس 4 بلس 2 باور بلس 1. خلصت كده، بلس 2 باور 2 بلس 2 بلس 1، فكها شويه، 2 باور 4 ان ماينس 4 بلس 2 باور 3 بلس 2 باور 2 بلس 2 بلس 1. تقعد تفك لحد ما تلاقي، طبعا احنا عارفين الكلام دوت بقى من الديسكريت ماثيماتيك، لا بتقعد تفك لحد ما تلاقي باترن تعرف تعوض بيه يعني. فلحد ما وصلنا هنا هو جاب لحد ال n ماينس 3 بس. وصل هنا، هو ده المنظر بتاعه، ده المنظر بتاعه اللي هو 2 باور i. لو انت عند i مثلا 2 باور i n ماينس i n ماينس 2 باور i ماينس 1 i ماينس 2 لحد 2، ده اللي حصل هنا. لو عملتها كده m n هتلاقيها مثلا وليكن الاربعه دي خليها n، ف 2 باور i m n ماينس i، بعد كده دي 3 اللي هي كام؟ اللي هي 2 باور n i ماينس 1، بعد كده دي 2 اللي هي كام؟ 2 i ماينس 2 بلس 2 بلس 1. ده اللي حصل هنا، بس عملها ايه بقى؟ جنرال بقى. عملها جنرال اللي هي كلها يعني، ماشي. وصل فين بقى؟ وصل لحد ان لو خدت بالك شوية هتلاقي هو عكس لك أو بدل السورت بتاع الاتنينات دي. ليه؟ عشان يوصل ليه مجموع السيريس اللي هي 2 باور حاجة 2 باور حاجة. فاحنا عارفين إن 2 باور n، أو خليها مثلا 2، خليها بال a باور n، لأ خليها استنى ال a باور 1 أو ال a باور 0 بلس ال a باور 1 بلس ال a باور 2 بلس ال a باور 3. دي كانت ايه؟ كانت سيريس كده، القانون بتاعها هو ان ال a n بلس 1 ماينس 1 على ال a ماينس 1. دي كانت كده ايه؟ قانون لي السيريس دي. ماشي، فعمل هنا ايه؟ عمل نفس الكلام، عمل نفس الكلام. بدل ما كان موجودة هنا كده، كانت مكتوبة هنا ايه؟ i ماينس 1 i ماينس 2 2 وهكذا. فانا بادئ من الكبير يعتبر، هو بدأ ان، لا انا بادئ من الصغير برضو عادي. لا هو هنا الكبير فعلا، هو المفروض هنا ايه؟ بادئ من ال 1 دوت، هو ال 2 باور 0، والواحد 2 دي 2 باور 1، وهكذا لحد ما يوصل ل 2 باور i ماينس 2، بعد كده 2 باور i ماينس 1، في بقى 2 باور i علشان يعمل القانون ده. فهو عملها من اول 2 ماينس من اول هنا كده 2 باور 0 لحد 2 باور 1 كده، وراح شغال بيها بالمنظر ده. ازاي؟ عمل نفس القانون بقى، a باور 2 بلس 1 اللي هي 2، ال a بتاعتي هي 2 اللي هي دي، بعد كده n بلس 1 يعني ايه؟ الباور بتاعي، اكبر باور بتاعي بلس 1 اللي هو هنا i ماينس 1 بلس 1 ب i. حلو كده؟ ماينس 1 على ال a بتاعتي اللي هي 2 ماينس 1 هيديني كام؟ ده ب1، فيبقى 2 باور i ماينس 1 اللي هي دي، 2 باور i ماينس 1. بعد كده كتب ايه؟ الاتنين اللي هي دي عادي زي ما هي.
دلوقتي بقى الخطوة بتاعتنا ايه؟ يبقى احنا وصلنا لايه؟ ان الكلام دوت بيساوي 2 باور اي في ام ان ماينس اي بلس 2 باور اي ماينس 1. حلو كده؟ وصلنا لايه بقى؟ وصلنا اللي احنا لسه مش عارفين، احنا مش عارفين ولا الام ان ولا الام ان ماينس 3 ولا ام ان اي حاجه غير عارفين ده بس. فانا عايز اوصل للام ام 1 ده، فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج احط اللي جوه هنا كده بواحد، فانا محتاج ان الان ماينس اي بيساوي 1، فساعتها الاي بتاعتي بتساوي كام؟ ان ماينس 1. فهروح اجيب الام ان بتساوي ال 2 باور اي اللي هي ان ماينس 1 في ام اللي هي 1 بقى، خلاص الاي بقت ان بلس 2 باور اي اللي هي 2 باور ان بلس 1 برضو ماينس 1 ماينس 1. تمام، وصلنا لحد هنا. خلاص احنا وصلنا لحد هنا، عملنا خطوه زياده. بعد كده اللي هيحصل، هنلاقي ان الام 1 دي هي ب 1، فتبقى ان 2 باور ان ماينس 1 بلس 2 باور ان ماينس 1 ماينس 1، اللي هي لو جمعتهم مع بعض هيدينا كام؟ كانك بتضرب في 2، ف 2 تعالى نعملها عندنا احسن عشان تبقى واضحه. كانك بتعمل ايه؟ دي خلاص بواحد، دي الجيفن يعني، ف ام ان هتساوي كام؟ تجمع ده مرتين، فكانك بتضرب في 2، 2 في ان 2 ان ماينس 1 ماينس 1، طبعا تضرب هنا في 2 وهنا 2، كانك بتضرب هنا تجمع الباور، ف 2 باور 1 1 بلس ان ماينس 1 فتبقى 2 باور ان ماينس 1. فده ال ام ان بتاعتك 2 ان ماينس 1. طبعا لو عايز تجيب البيج او فهتقول ان البيج او بتساوي 2 باور ان، ودي كانت وحشه جدا زي ما احنا افتكرنا يعني. بس دي بيقول لك ايه؟ تمام بس كده. تعال نقول مثال تاني بسرعه كده، مهم برضو. في اخر الفيديو اللي فات خالص انا جبت لك المثال دوت كده واتلخبطت فيه شويه، قلت لك ايه؟ هنمشي زي اللي فات. لا، المثال دوت مش هنمشي زي اللي فات، ده كده اللي هو احنا كده في النون ريكيرسيف، ماشي؟ في النون ريكيرسيف الجوريزم اللي هو كانت الفور لوب اللي هي كانت بالسبمشنز، ماشي؟ ده من الفيديو اللي فات يعني، قلت لك ان احنا هنمشي زي الفيديو اللي فات. بس لا، هنا انا مش عارف انا هطرح قد ايه، او مش عارف هصم قد ايه، عشان كل مره الان مش بتقل واحد، لا ده كل مره الان بتتقسم على 2. فده اللي احنا كنا قايلينه من شويه اللي هو الريكرنس، اللي احنا او مش الريكرنس، هي بتتقسم على 2، فانا يعتبر حاجه ريكيرسيف، هي يعتبر الان دي انا برجع تاني اعمل الفانكشن دي، يعتبر يعني دي فانكشن بس بالان ساعتها ان ماينس 2 ان على 2 ان على 2 اسف. تمام، فدي مش هينفع اعملها بالسمشن قوي، ف هروح استخدم فيها الريكيرسيف اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. فتعال نقولها بقى هنا بالتفصيل اكتر، نشرحها هنا بالتفصيل احسن. ماشي، بيقول لك هنا ايه اصلا الفانكشن دي؟ بتقول لك عايز تعد النمبر الباينري ديجيت بتاعت الان، اللي هو مثلا بيديك مثلا ان نمبر مثلا وليكن 9، عايز تشوف ال 9 دي مثلا بتريبريزنت في كام ديجيت من الباينري. مثلا 9 دي عباره عن 1 2 4 8، فهي عباره عن 1 1 0 0، فهي عباره عن 4 ديجيت. فالان الاوت الان بتاعك 9، الاوت بتاعك 4 ديجيتس، ماشي؟ فهو عايز فانكشن بتعمل الكلام ده. فاحنا عارفين ان 9 دي اصلا بتتحول ازاي، 9 دي بفضل اقسمها على 2، صح؟ تعال كده نحلها هنا الاول. ال 9 دي بفضل اقسمها على 2، 9 اهي بفضل اقسمها على 2، والله 9 على 2 فيها ال 4 ونص، هاخد ال 4 والنص ده هيكون عباره عن 1، اللي هو يبقى 1 هنا كده عبارة عن 1، هقسمها على 2 تاني، الأربعة دي هتقسمها على 2 فيها الاتنين بس، الاتنين دي مفيهاش ريمايندر فتبقى بصفر، الاتنين دي هقسمها على 2، هقسمها على 2، 2 على 2 فيها الواحد مفيهاش ريمايندر هتبقى بصفر، هقسم الاتنين دي على ثانية، 2 على 2، 4 على 4 على 2 فيها الاتنين، 2 على 2 فيها الواحد، فيها 2 على 2 فيها الواحد، ريمايندر بتاعها بصفر برضو، وفي الآخر أصلا لما أقسم على الاتنين هيطلع لي نص اللي هو الريمايندر بتاعها بواحد. يبقى تاني معلش، 9 على 2 فيها ال 4 ونص، 4 ونص طلع لي هنا 1، ثانية 9 على 2 فيها ال 4 ونص، هاخد ال 4، هاخد الفلور بتاعها ال 4، والريمايندر بتاعها هيكون نص، فالنص دوت هيكون عبارة عن 1 هيتعبر عنه بواحد، وبعدها هقسم ال 4 على 2 هيطلع لي 2 الريمايندر بتاعها بصفر، هقسم 2 على 2 هيطلع بواحد الريمايندر بتاعها بصفر، 1 على 2 فيها النص هيبقى الريمايندر بتاعها بواحد، وبعد كده بقى ايه؟ هيكون ده صفر، عشان اخدت الريمايندر ده خلاص مش هيتقسم تاني. فده الليجل بتاعتي، فانا عايز اعد الارقام دي كام رقم، هنا 4 ماشي. فالالجوريزم بتاعي هنا بيعمل كده، بيعمل ايه؟
بياخد ال n ويقول والله لو ال n بواحد ريتيرن واحد. ليه؟ اهي لو ال n بواحد هقسم على الاتنين هتطلع صفر والقيمة بتاعتها واحد، بس كده خلصت. ماشي، ده كده البيز كونديشن بتاعي. طب لو مش، لو مش ال n بواحد، لو مثلا ال n بتلاتة مثلا، ايه اللي هيحصل؟ نادي نفس الفانكشن تاني بس اقسم على الاتنين اهي. مش انا حصل هنا مثلا لو لو تلاتة قسمت على الاتنين، هل التلاتة دي بتساوي واحد؟ لأ. فنادي نفس الفانكشن تاني، نادي نفس الفانكشن تاني بس بعد ما تقسم على الاتنين، يعني تلاتة على الاتنين فيها واحد ونص، بس بعد ما تقسم على اتنين وتاخد الفلور بتاعها. يعني دي المفروض واحد ونص، تلاتة على اتنين واحد ونص، لأ انت خد الفلور بتاعها، خد الواحد بس. فنادي الفانكشن تاني هنا ساعتها دي هيكون بواحد. انا مش مهتم بالواحد، انا مهتم بالعددهم قد ايه، ولما تقسم تاني تبقى بواحد، فساعتها الاوتبوت هيكون واحد واحد اللي هي تلاتة، وهيبقى عددهم اتنين ديجيت. ماشي، ده اللي بيحصل هنا. فانا عايز اعد الكلام دوت. فاللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان الـ نفس الكلام بالظبط، لان عندي الـ AN بتاعتي هتساوي ايه؟ هتساوي ال a n minus 2 على الاتنين، اسف على الاتنين بلس واحد كمان هنا، عشان الاساسي بتاعي هو ال هو الجمع بتاعي. انا بعمل كده كام مره؟ طب فين الكاونتر اللي بيعد هنا؟ هو تقريبا مفيش كاونتر. او الكاونتر ده هو على طول يعني. فين الماوس؟ ماشي تمام. هو بريتيرن هنا واحد على اساس مش واحد ده اللي هو الباينري، لا ده الواحد ده اللي هو رقم، اللي هو لو هما واحد، لو هما واحد بس يعني داخل واحد بس فهو بيساوي واحد، هيريتيرن واحد، ده عدد ديجيت واحد بس، وهكذا بقى. لو هما اتنين مثلا هيريتيرن مثلا اتنين وهكذا. تمام ماشي. بعدين ايه؟ بعدين وصلنا فين؟ وصلنا فين؟ وصلنا اللي احنا بنحسب ال، مش مركز ليه، ال n على اتنين دي كمان عايزين نوصل للبيز بتاعنا. احنا عرفنا البيز بتاعنا عبارة عن ايه، بس بقى البيز بتاعنا اللي هي عبارة عن ان لو ال n بتاعتي بواحد ريترن واحد، فانا عارف ان البين مفيش اي عدم، مفيش اي جمع خالص، فعرفت ان لما ال n بتاعتي بواحد هو خلاص صفر، مفيش اي مفيش اي جمع تاني، فهيكون بصفر. فانا هشتغل بنفس الطريقة بقى كده، هقولها بسرعة، لا مش هقولها بسرعة شكلها كبير. ان انا عندي، لو عندي اي رقم هنا كده ان على اتنين، هو ده تقريبا شرح عشان نعرف نشتغل، عشان نعرف نشتغل بالريكورنس ريليشن. انا عندي عايز حاجه هنا بتريكورنس، عايز حاجه هنا بتقل. الاتنين عندي بتقل، بس بتقل في القسمه، يعني مثلا ان على اتنين بعدها تبقى ان على اربعه، بعدها تبقى ان على التمانية، عشان ان على اربعه على اتنين فيها ان على التمانية، بعد كده تبقى ان على الستاشر وهكذا. فانا ما عنديش حاجه بتريكرن بتقل هنا، انا عندي المقام نفسه هو اللي بيقل بقيمه 2 باور حاجه، 2 باور 1، 2 باور 2، 2 باور 3، 2 باور 4 وهكذا. فانا عايز حاجه اعرف اقللها، اعرف اعمل فيها طرح. حلو، فهعمل ايه؟ بيقول لك هنا هنستخدم رول بسيطه بتقول انك في الحالات دي بتحط ال n بتاعتك ب 2 باور k، يبقى ال n بتاعتك بكام؟ ب 2 باور k، وتكتب نفس العلاقة بتاعتك من أول وجديد. اكتب العلاقة بتاعتك هتبقى ايه؟ 2 باور كي اللي هي ان بتساوي ايه في ان على ان ايه بقى، خلاص هي بقت 2 باور كي، 2 باور كي على الان، على الاتنين اسف، على الاتنين بلس واحد، صح كده؟ طب 2 باور كي على الاتنين دي بتساوي ايه؟ مش بتساوي 2 باور كي ماينس 1، دي 2 باور 1، فهتبقى القسمه تبقى طرح الباورز، فهتبقى 2 باور كي ماينس 1. طب المره اللي بعدها بقى، عشان ده استفدت بيها بايه؟ المره اللي بعدها لما اجي اقسم على الاربعه الاقي نفسي بقسم على 2 باور 2، فتبقى 2 باور كي ماينس 2، 2 على كي دي اصلها ان على الاربعه اللي هي 2 باور كي على 2 باور 2 اللي هي 2 باور كي ماينس 2، صح؟ طب لو جيت بقى قسمت على الثمانيه اللي هي ان على الثمانيه، نفس الكلام، دي هتبقى 2 باور 3 وفوق 2 باور كي، فتبقى 2 باور كي ماينس 3 وهكذا. فلقيت حاجه عندي بتريكرنس، فهتوصل في الاخر خالص لقيت ان ال 2 باور 2 كي ماينس بالباترن يعني هتلاقيه بتساوي ايه؟ 2 باور كي ماينس 1 بلس اي. انت عايز توصل ليه؟ عايز توصل للبيس بتاعتك ان دي بواحد، عشان ده الوحيد اللي انت عارفه ان ال A1 بتاعتك بتساوي صفر، فانت عايز توصل لل A1، عايز توصل ان جوه ال A دوت بواحد. فهتيجي هنا كده عشان توصل لجوه ال A دوت بواحد هتحط ال K ماينس اي بتساوي صفر، فهتحط ال K بيساوي اي، فهتشيل كل الاي وتحط مكانها K، فهتلاقي ان ال A 0 A1
بلس كي اللي هي هي A1 بلس كي بتساوي كي. ليه؟ عشان دي بزيرو. طب الكي بتاعك بتساوي ايه؟ مش انت عندك، انت مش ما تعرفش ايه الكي ده، انت عملتها بالرول. مش انت عندك الاتنين بتساوي اتنين باور كي، يبقى الكي بتاعك بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ بتساوي لوج، هتاخد لوج هنا ولوج هنا، هتاخد لوج اتنين ل ال، بس كده. توصل هنا تلاقي ان الكي بتاعتك بتساوي لوج اتنين ل ان. ففي الاخر خلاص ممكن تقول انها بيج ثيتا لوج ان، او بيج او بيج لوج ان. بس. وطبعا اتنين باور كي دي هي كلها ان على بعضها، بس عشان الكي دي ما شفتهاش قبل كده، ما اعرفهاش. انا عارف ان الاتنين باور كي هي اللي بان، بس الاتنين بس الكي نفسها هي بقى بلوج ان. فساعتها عشان تعرف توصل الكلام ده، يبقى الكومبلكسيتي بتاعت الفانكشن دي كده الالجوريثم دوت هي لوج ان. وهتشوفها كتير بقى، كل ما تقسم على اتنين، كل ما تعمل ريكيرسيف بعد وانت بتقسم على اتنين هتلاقيها ان هي لوج ان. زي الباينري سيرش برضو، الباينري سيرش هتلاقي نفسك بتقسم على الاتنين كل شوية، كأنك الأري كده تقسمه على اتنين، تعمل هنا مرة، بعد كده تقسم ده على اتنين، بعد كده مش عارف تقسم هنا على اتنين، وهكذا. هتلاقي انك بتقسم على اتنين كل مرة، في الآخر هتلاقي الكوميكس بتاعتها برضو لوج ان. ماشي، كفاية كده، بس كده، هو بس كده فعلا، مفيش أي حاجة تاني. كل الأمثلة في الجزء دوت في الريفرنس، وشكرا جدا وسلام.